السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كل شيء هاني. اليوم جيتكم بهذا الفيديو ديال الاسئله اللي ديال لونتروتيان ديال الناسيوناليتي اللي دوزت في بوردو. هنا في بو ما كندوزوش بو كل شيء ولا في بوردو. بالنسبه للاسئله اللي تحطات لينا، مهم ضروري تكون كيكونوا مامتو ادي بار مارياج. هذيك باغا نشرح يعني اللي دوموند ناسيوناليتي بار مارياج، يعني كتكوني انت والكونجوان ديالك. دونك كاينين دو بارتي. البارتي الاولى يعني جوج د المراحل. المرحله الاولى كيطرحوا عليك الاسئله الحياه الشخصيه، يعني الزوج اللي كدوزو يعني الحياه الشخصيه ياك هكا. و الدوزيام بارتي يعني المرحله الثانيه هي لي كيسيون كولتور جينيرال البوليتيك، يعني ياك بوليتيك. نبداو بالسؤال الاول في الحياه الشخصيه. تقولوا انت بروميير كيسيون سور لا في كومين. هو بعدا فاش كتدخلوا البيرو، بونجور بونجور، وهادي البنات ما تخلعوا ما حتى شي حاجه. خذوا بنات ولا ولاد كنصحكم ما تخلعوا ما حتى شي حاجه، سيروا سوبل، ما هادشي ما كيخلعش اصلا. هو كيجبد، انا دوز لي راجل كيجبد دو في ولا تخوا في كثر وقيله هكا يم دوسي صار دوسي هكا بيض في هاد الاسئله هادي. وهو كيبقى يدير بحال هكا، كيبقى يدير بحال هكذا. فاش نتوما كتجاوبوا كيدير عادي، زعما كيطرح اسئله كول بلا ما تزيرو ولا تخلعوا ولا هادي. هادي نصيحه من عندي، ما تخلعوا ما حتى شي حاجه، سيروا غير وجدوا حفظوا هادشي اللي سيرتو البوليتيك صافي، وسيروا مرخوفين. والبرومي بارتي عندكم الحق تجاوبي انت والكونجوان ديالك ولا انت والكونجوان ديالك. برومي بارتي قلنا السؤال الاول فوتخ دات دونتري اون فرانس. وقتاش التاريخ اللي دخلتي فيه لفرنسا، يعني نهار تزوجتي اول تاريخ دخلتي فيه لفرنسا كتجاوبي. دوزيام كيستيون افيك كيل فيزا. شنو النوع ديال الفيزا اللي دخلتي بها؟ اكونكم لكم فرونسي عربيه هكا باش. ثالثيام كيستيون فو فوزيت روكونتري او، فين تعرفتو؟ كاتريام كيستيون دوبوي كومبيان دو طون افون لو مارياج. شحال بقيتو المده اللي قبل المارياج نتوما في زعما التعارف وهذا. يعني عندك الحق تجاوبي انت وراجلك ولا انت ومراتك، عندكم الحق تجاوب. جوج بكم كتهضروا هنايا توت فاسون، هو راه كيشرح لكم في الاول فاش كتدخلوا كيشرح لكم كيفاش غادي هذا. سادس فوتر انتوراج اي بليتو ميكس او با. واش زعما لونتوراج نتوما اللي عايشين فيه، واش زعما عندكم صحاب فرنساويين ولا غير العرب بيناتكم، ولا يعني واش ميلونج ولا ميكس ولا نو. سيتيام vos enfants sont scolarisés dans quelle école et quel niveau. يعني فاش كيقراو شنو سميت المدرسه اللي كيقراو فيها لي زونفون، واش من نيفو فاش كيقراو. هادي بناتي هما اللي جاوبوا بوحدهم. لو 8ام vos loisirs، كتقولوا الهوايات ديالكم، الوزير ديالكم شنو كديروا. ماشي ضروري تكون عندك هوايه ديالك انت بوحدك انت وراجلك. انا جاوبتهم على بان كنديروا لي زاكتيفيتي مع لي زونفون، ولا شنو كنخرجوا يعني داكشي الهوايات اللي كنديروا مع وليداتنا. 9ام فو بارتيسيبي ا لا في اسوسياتيف. واش مع بحال كخوا روج وهذا الجمعيات مع لي زاسوسياسيون، واش يعني كتكونوا بينيفول زعما كتشاركوا معاهم هكايا. ديزيام كيسيون اسكو فو بارتي شاك اني او ماروك. هادي واش كتمشيو زعما شاك اني في الفاكونس، هادي سولني عليها. فو زافي كومبيان دي فخيغ اي دي سوغ، سولني عليها حتى هادي. صافي هادشي اللي قال لينا في ودخلنا عاوتاني فاش غيبدا الدوزيام بارتي دي كيسيون سور لا كولتور جينيرال. كيطلب من لي زونفون ومن الا كانوا وليداتك معاك ولا هذا،
وكيطلب من لو ماري ما عندهمش الحق، ايزون با لو دووا دو ريبوندر، ما يجاوب حتى شي واحد. دونك دوزيام بارتي قلنا السؤال، انا ماشي زعما السؤال الاول، انا غير بقيت كنكتب داكشي اللي عاقله بقيت كنكتب وصافي. Première question, pourquoi vous voulez devenir française, français? هذا السؤال الاول كيطرحو، ايه هكذا هو السؤال الاول كيقول لك بلا ما نشرح، كيقول لي راجلي دوزي. Deuxième question, quels sont les droits et les devoirs d'un citoyen? Troisième question, c'est quoi la démocratie? Quatrième question, c'est quoi la laïcité? Ana rakasbahom likom hna dakchi wach katchoufouni hania rasi. Cinquième question, c'est qui le président actuellement? Et c'est qui le premier ministre aussi actuellement? Had les deux questions daroure ma menhomch flou ma tfeltouch menhom. Septième, durée d'un mandat présidentiel. Huitième question, c'est pour quand les prochaines élections présidentielles? Il reste combien de temps? Je fais quatre jours pour le président qui dit qu'il reste combien de temps pour Emmanuel Macron. Neuvième, comment s'appelle le maire de commune le Saknifin Tomaya? Ana pour qu'est-ce pour يعني كيقول لك شكون لو مير اللي عندكم في المدينه ديالكم. و لو ديزيام سي تيموان، شنو هادي سي تيموان دي بري دي بيرسوناليتي نو ان دي فوا بعدا قبل ما نوصل هاد ديزيام في لو مير دو بو دي فوا كيسولو حتى شنو لو رول ديال لو مير، شنو زعما الدور ديال لو مير في المدينه، شنو كيدير، شنو الدور ديالو، شنو زعما الخدمه ديالو كتشرحها له. عاوتاني نافيام هادي هي اللي بقات لي وحده، سي تيموا دي بيرسوناليتي دو ليستوار دو لا فرانس. سي بيرسوناليتي خصكم تقولوا سته ديال لي بيرسوناليتي. عاوتاني لو 11ام كيسيون، اسكو فو فولي فوتي؟ سولني سؤال اخر قبل لا فوت، سي كوا بور فو؟ لي دات سي كوا؟ il m'a dit c'est quoi pour vous le 14 juillet et le 11 novembre. Je fais job c'est le 14 juillet قال لي et le 11 novembre c'est quoi pour vous. كتجاوبوا عليه هاد انا غنجي نشرح لكم من بعد كيفاش غادي دابا عطيتكم لي كيسيون وابخي نشرح لكم. قال لي اسكو فو فولي فوتي؟ واش بغيتي تصوتي؟ تصوتي تكتبي تفوتي. اي بوركوا؟ علاش علاش بغيتي تفوتي؟ وشنو اخر باقي عاقل على شي حاجه؟ صح. المهم هادو هما الاسئله، انا نخليها لكم هكايا وكاهو ديروا ليها سكرين. هاي خليتها لكم صافي. فاش كتسالي بحال كنسالي سالينا الاسئله ايتو عطاني هذا لو ريسيبيسي. مهم كيعطيك في الاخر هاد القاطوس حيت كاين لادريس ديالي وكلشي لي رونسينيومون، كيعطيك بان حتى الا كان شي تغير لادريس ولا بحال مثلا انا حامله قال لك فاش هذا تجيبي صيفطي لنا لاك دو نيسونس ديال البيبي صيفطي فيه فهاد لادريس هادي. كيعطيك هاد لو ريسيبي سي وكتسناو سوا باغ ميل او باغ لاتر كيصيفطو لا ريبونس. اي حاجه جديده عندكم في الحياه تغيير لادريس اي حاجه كتصيفطوها زياده. ودابا غادي ندوزو لبارسي كيفاش غادي توجدوا هادشي. كي بالنسبه للاسئله كاين اللي مع كلشي البنات في باغ انترنيت. دابا غادي ندوزو لهادي، انا نشوف نخلي لكم
نخلي لكم لوليان تحت في صندوق الوصف، غتبركو كاينه واحد في لا فيديو، فاش غتشوفوا لا فيديو كاينه واحد لا فليش صغيره هكا بالكري، غتضغطوا عليها وغيطلع لكم لتحت، تما غتلقاو لوليا. غنحط لكم لوليا كيفاش تدخلوا باش تامبريميو هاد ليفري ليفغ ليفري ليفري فامي لو ليفغ دو سيتويان، هذا ضروري ليفري لو ليفغ ليفري ليفري دو سيتويان، هذا ضروري عندنا تامبريميو، وهذا اللي غتلقاو فيه الاسئله زعما الاجوبه ديال هاد الاسئله كامله، واللي كيعرف ريزومي المهم قراو بقاو تقراو ديما. انا نقول لكم اللي اهم حاجه لا ديموكراتي ضروري تكونوا عارفين، بعدا لي دات لو 14 جويي 1789 شنو فيها، 26 لو 27 اوت 1787 1905 لو 11 نوفمبر، لي دات كلهم البنات انا كنقول نتوما قيدوا هكا ودخلوا الانترنت و لان يعني جيت نقول لكم الاجوبه غيطوال بزاف الفيديو. لو قلنا لو 11 نوفمبر 1918 1914 و 1918 سافي دير كوا 1939 1945 1958، عقلوا على هادو سامبول دو لا فرانس. هادي اللي البنات زيدوا عليكم زيدوا تاع السؤال لو ديفيز هو لي سامبول دو لا ريبوبليك، شنو هما تهدي طرح عليا هاد السؤال لي سامبول دو لا ريبوبليك، ضروريين هادو تحفظوهم اللي فيها ديفيز اللي فيها فيها لا مارسييس فيها سميتها مشاو ليا كاع ليبرتي ايغاليتي فراترنيتي هاد فراترنيتي عقلوا البنات. انا نخلي لكم هكا يا عاوتاني وكهو ديروا ليها سكرين و هادشي راه اجوبه. نقول ميرسي ليلى من هذا المنبر عاوتاني لي برينسيپو لي برينسيپو د لا ريبوبليك ضروري اللي هما يا انديفيزيبل ديموكراتي لايك اي سوسيال، هادو تكونوا عارفينهم، هادشي كامل البنات غتلقاو في ليفري دو سيتويان هاد الاجوبه، هادو ضروري تحفظوهم مع الشرح ديالهم شنو هي انديفيزيبل شنو هي ديموكراتي شنو هي لايك وشنو هي السوسيال. انا سولني في السوسيال وسولني لايك وسولني ديموكراتي وانديفيزيبل ما سولنيش فيها. سي كوا لا ديموكراتي عاوتاني سي كوا سي نو كي فوت لي لوا شكون اللي كيفوتي لي لوا هما البارلمون هذا. عاوتاني البنات بريزيدون اكطويل راه قلناها هادشي راه مغيزيمي، انا كنقول لكم هادشي بالمختصر قيدوا في ورقه وبحثوا عليه، ولا فاش غديروا لامبريمونت فاش غتامبريميو لامبريمونت فاش غتامبريميو هاد لو ليفغ غادي زعما خذوا هادي لي بيي غادي تشوفوا لي بيي عندك لي بيي في شنو هادي لي فرونتالي لي فرونتالي لي بيي فرونتالي افيك لا فرانس. ديروها احتياط حيت كيقدروا يطرحوا هاد الاسئله. فرنسا في الجنوب ديالها شنو كاين، في الشمال الشرقي يعني الحدود است ويست نور سود سيد ويست سيد، المهم تكونوا عارفين هادشي. لاج ايغال دو سوس دو سكولير سكولاريزاسيون روح لات ليا يعني اللي هي 3 زون حتى 16 زون. لو مير ديال المدينه اللي نتوما فيها سي كوا لا فونكسيون دو مير، لا فونكسيون دو مير هي ديروها احتياط. لي دوفوار دو سيتويان لي امبون فينانسي وهذا لي برينسيپو ريسبونسابل دو ليتا لي دووا دو سيتويان ياك، وهادو حتى هما ضروري تحفظوهم، هادو ضروري تحفظوهم ديال
انا كنظن هاد الاسئله حيت عيطات لي ماشي عيطات لي واحد المتتبعه تاهي فاش شافت الفيديو بغات الاسئله وحطات لي الرقم ديالها. والاسئله نفس الاسئله 20. نفس الاسئله اللي قالت لي اللي تحطوا لها في لا كارت دو 10 حيت انا ما عارفاش هادشي لان انا جيت في 2013 يعني ما كانش هادشي في ما دوزش انا هاد لي كيسيون في لا كارت دو 10 يعني راه باغي اللي دوز دابا لا كارت دو 10 راه بريسك باغي ديال الناسيوناليتي على اللي قالت لي البنت نفس الاسئله تقريبا. غتحفظوا لي هادو لي كومين ديبارتمون لي ريجيون شحال من ريجيون شحال من ديبارتمون لي ريجيون كاينين 18 13 زائد ديك 15 5 المهم ديبارتمون 101 كومين 36000 المهم هادشي وكتحفظوا وشحال هذا لي ريسبونسابل دو شنو هذا اللي باردون شحال لا ديوري ديال الموندا اللي كيجلسوا فيها زعما في هذا في هاد صحاب هذا باش يسمعوا شنو ثاني الرئيس حتى الاسم العام تاعو لا ماشي الرئيس هذا ديال كونساي برينسيبو كونساي ديبارتمون اي كونساي ريجيونال شحال زعما الموندا كيجلسوا فيها الكونساي ريجيونو كونساي يعني كلهم سيزون كيجلسوا مهم سيروا حافظين مهم سيروا حافظين غير الخلعه ما تخلعوا ما حتى شي حاجه لا ما تبقاش ساكت خصك تجاوب ماشي تقولوا خصك هذاك الشيء اللي حفظتي في الكتاب خصك تقولوا حرفا حرفا ما تقولش جو سي با ما تقولش غاديك جو سي با هي اللي خايبه جاوب انا لا اللي عرفتي تقولوا جواب سؤال جواب سؤال جواب وعادي عادي هادي لو مومون استوار عاوتاني دابا كنعطيكم بحال كنعطيكم العناوين الكبيره عارفين ديك عارضه هكا عنوان الكبير هكا كنعطيكم باش تاخذوا نتوما تختصروا من داك لو ليف تمشيو غير لهذا بيرسوناليتي فرونسيز كي اون ماركي لا فرانس هي ديك اللي قلت لكم لي سيس هذوك ديال جون دارك نابوليو فيكتور هيغو شارل دوغول جاك شيراك اللي خلاو شي بصمه في فرنسا وتكونوا عارفين هاد الشخصيات مع شنو دايرين مع زعما بحال باغ اكزومبل المهم تكونوا عارفين شنو دايرين شنو داروا شنو لا تراس اللي خلاو في فرنسا هضري كيطرح عليكم هاد السؤال تكون كاتب ولا رئيس ولا شاعر ولا شاعر ولا ماشي زعما ضروري يكون من السياسيين يعني بحال هذا ديال هذا سميتو اللي ديال ايما يسميتو لا بيبيير لا لاخر ديال ديال ايمايس نو لاخر اللي كيعطيو المعاونه سميتو ما نسيت باش كان كوليش 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 مثلا بحال هذاك وغتقولوا شنو كيدير ولا فنان مثلا مغني ولا ممثل يعني شي حاجه بحال هكذا كتقولوا الميتي ديالو شنو هي هي ماشي تقولوها غير تقولوا الاسم ديال هذا وتقولوا الميتي تي اللي سولك طرح عليك السؤال وطرحت عليك السؤال عاد كت هذا وصافي هادشي اللي كاين ونتمنى لكم التوفيق ما تخافوش ما تخلعوش ما حتى شي حاجه حتى حاجه حتى حاجه حتى حاجه ما تخافوش منها وما تنساوش هذا ما عرفتش كيفاش غنشدو حيت لانه انا نخلي لكم لوليان ديالو كيخرج لكم كتاب بحال هكا كتكرافي والوراق راه فيه بزاف وهاد الوراق حتى هنايا فيهم هادشي لي برينسيبو هذا صافي وابخي كيردوا من بعد فاش كدوزوا هاد الاسئله كامله هادي صافي كيرد لكم اتيستاسيون ديال تي سي اف اللي هو البي ان كيردوا لكم لي زيكستري انا ردوا ليا لي زيكستري ديالي ود الوالد ود الوالده لانتيغرال وردوا ليا هاد لي زونفولوب هادو صافي كيقول لك صافي تسناو الجواب من لهنايا 8 شهور حتى العام لا كيجي ديال ياك وبالنسبه للناس البنت لواحد البنت سولاتني على تي سي اف اختي انا ما وجدت له ما حتى شي حاجه مشيت دفعت للسونتر دو فورماسيون عطاوني لا دات وقتاش غادي ندوز وقتاش غادي ندوز هذا التيست مشيت يعني ما حافظه ما حتى شي حاجه
خديت الصباح ديالي من خديت النهار كامل، لا خديت غير الصباح ديالي من الخدمة، ما خدمتش داك الصباح باش غندوز التيست. برومي بارتي كيكون كيطلقوا لك ان سي دي وكيعطيوك ثلاثة الاختيارات في ثلاثة، دي فوا ثلاثة دي فوا أربعة، كتبقاي ديري غير كروة، ولكن خصك تكوني مكونسونطخية، يعني تكونسونطري مزيان مع الراديو وصافي، كتبقاي ديري كروة، كديري الجواب 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 الجواب. شي عشي ما شحال من ورقة عطاونا، عطاونا وريقات تقريبا، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم ما بقيتش عاقله شحال فيه ديال الوقت، قال شي 15 مينوت ولا 10 مينوت بحال هكا، ما فيهش الوقت بزاف. عاوتاني دوزيام بارتي، جينا لابخي ميدي، كاين اللي دوز في نفس يعني نفس الصباح، انا دوزت لابخي ميدي مع الجوج. شنو هو كتهضري لغ اورال، كيكون عاوتاني كدير ان سيدي كيكون اونغوجيستري، هذا كيكون اللغه اللي كدوزي اونغوجيستري. كتدلو السؤال الاول بريزونطاسيون، كتعرفي براسك شنو سميتك، فاش زايده، من البلد ديالك، المهم بريزونطاسيون ديالك. وابخي كتعطيك شي سؤال، كتعطيك شي موضوع تهضري فيه، بحال انا قالت لي زعما شنو ولادك فاش كيقرا، كنا كنهضروا بحال هكا، ولادك فاش كيقرا وشنو كديري، فاش كتخدمي، شنو الطموحات ديالك. المهم كتشوفك في اللغه، وداكشي كيتسجل، داكشي اللي يتسجل كيمشي ديريكت كيصيفطوه لباري. صافي هادشي اللي كاين، وكتقول لك صافي فاش كتسالي عندك 10 مينوت واقيله، هاد اللغه فيه 10 دقائق مازال عاقله لان محدوده، وصافي ابخي صافي كتقول لك غتسني من هنا 3 سيمين حتى لان موا، كيجي لك كتجي لهذا الاتيستاسيون ديالك. صافي هادشي اللي كاين، كنخلصو انايا 110 واقيله 110. المهم انا هادشي راه دوزت لو تيست، دوزتو في 2018 مارس، واقيلا مارس 2018 ولا جانفي، المهم ما بقيتش عاقله ما نكذبش عليكم، ما بقيتش عاقله. صافي هادشي اللي كاين، نتمنى لكم التوفيق، ما تخافوا ما تدهشوا ما حتى شي حاجه، قلت لكم ما تخافوا ما تدهشوا ما حتى شي حاجه، نتمنى لكم التوفيق. واللي انا عاودت لكم التجربه ديالي، يعني انا راه ماشي كنفهم زعما في كنفهم في هادشي ديال الوراق وهذا، داكشي اللي دوزت انا شخصيا هو اللي قلتو لكم بلا نقصان بلا زياده. وهذا ما كان، نقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنسونيش ما تبخلوش عليا، كيف ما عطيتكم انا المعلومات انا عطوني غير جيم، ما تعطوني حتى شي حاجه، ديروا غير جيم باش يطلع الفيديو وي استفدوا منه ناس اخرين، تقدر انت ولا انت اللي تفرجتي ما استفدتيش، ما عجبتكش وما عجبتكش الاسئله ولا هذا، قدر واحد اخر غيستافد، واكيد غيستافدوا بزاف. وهاد الاسئله هذه البنات راه سا دي بون كل بلاصه، وكل واحد كيفاش كي هادشي غير لا شانس كيخلاوها لا شانس. كاين اللي كيدخل كيقول بونجور بونجور وكيهضر معاك، كيطرح عليه غير الاسئله ديال غير الاسئله الاولى ديال الحياه الشخصيه وهذا، وصافي ما كيدخل معاه لا في البوليتيك لا في حتى شي حاجه، لا تواريخ لا والو، كل واحد ولا شانس ديالو، و بون شانس بور تو الموند. هادشي اللي غنقول لكم، و ما تنساونيش لي جيم، وما تنساونيش الاشتراكات ودعوا معايا الله يفكني على خير. صافي يلا نخليكم، ونتمنى يا ربي نكون فتكم كنتمنى نكون فتكم، ما نتقلش عليكم بزاف. إلى فيديو جاي، مع السلامة.